أما ما يذكر هنا من أن عثمان بن أبي العاص أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، هذا عند أبي داود، لكنه حديث فيه ما فيه من الضعف، فيه مقال، ويغني عن حديث طلق بن علي عند النسائي: أكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا. فدل هذا على أنه يجوز أن تجعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، لا بأس بذلك لهذا الحديث.